بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان عبر الهواء مباشرة من قناة الريان الفضائية، نتابع أحداث أول أيام هذا الموسم من هنا من ميدان التحدي، حيث نبدأ مع منافسات الحقائق ومسافة 2 كيلو. هذه الانطلاقة الرابعة ضمن انطلاقات اليوم 18، ونتابع انطلاقة القعدان، وهذا اللي في مقدمة الشوط، هذا هو النايف على المركز الأول، راشد بن شفيع بن راشد آلف هيده المري مع المركز الأول، وفتح الخير من الجانب بالآخر يتواجد سعيد بن راشد بن سعد، أو سعد بن راشد بن سعد النابت المري مع المركز الثاني، وثالثا يحتله البرق لعبد العزيز بن حمد بن علي آل بريسي المري، ورابعا في هذا التحدي نجران محمد بن علي بن جابر بن حسين أبو ساق اليامي على المركز الرابع. والمركز الخامس هنا يتواجد المحيط حمد بن علي، المركز الخامس هنا معالج لابراهيم بن حمد بن فهد النعيمي على المركز الخامس. هذه الأسماء، هذه الانطلاقة، وانتهى الكيلومتر الأول وافتتحنا الكيلومتر الأخير، والنايف نايف منطلق متصدر متربع على مقدمة الشوط، متصدر هذا الشوط، ينطلق باحثا عن السيارة العينية التي رصدت سيارة ثمينة بانتظار الفائز بالمركز الأول. هذا هو النايف وراشد بن شفيع بن راشد آلف هيده المري، المركز الثاني فتح الخير سعد بن راشد بن سعد النابت المري، وثالثا البرق هنا عبد العزيز بن حمد بن علي البريس المري، والمركز الرابع يتواجد نجران محمد بن علي بن جابر بن حسين أبو ساق اليامي قادم من المملكة العربية السعودية، والمركز الخامس يحمل الرقم 1، انطلق بسرعة البرق واختطف المركز الأول فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيده المري، ينتزع المركز الأول، يتصدر، ينطلق في هذا التحدي. المركز الثاني انطلاقة مميزة من الرهاوي فهيد بن سعد بن سعيد الرفادة المري، ولكن اللحظات الأخيرة والسيارة الثمينة والناموس وين؟ هذا هو صوغان على المركز الأول، ينتزع الصدارة وشعار الرفادة قادم مع المركز الثاني مع الرهاوي، ولكن صوغان يفوز مع المركز الأول ويحصل على السيارة. هذا هو صوغان فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيده المري، تهانينا والناموس على هذا الانتصار وحصوله على السيارة. المركز الثاني الرهاوي فهيد بن سعد بن سعيد الرفادة المري، المركز الثالث البرق اللي عبد العزيز بن حمد بن علي البريس المري، المركز الرابع المركز الثالث يحمل الرقم 57 مخرب لحسين بن علي بن مانع العجمي، حصل على المركز الثالث. رابعا هو البرق لعبد العزيز بن حمد بن علي البريسي المري، المركز الخامس هنا وصل ظبيان لعلي بن راشد الخاطر. اذا حصل صوغان اللي يحمل الرقم 1 على ناموس هذا الشوط، وانتزع السيارة التي رصدت ووضعت لهذا الشوط سيارة ثمينة، فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيده المري انتزع الناموس، وصوغان انتزع الصوغة الكبرى في هذا الشوط وفي هذا اليوم الأول من هذا الموسم الجديد، موسم 2014-2015. التوقيت اللي سجل مع صوغان صاحب الناموس وصاحب السيارة في هذا الشوط، توقيت الزمني دقيقتين وخمسين ثانية وثمانية واربعين جزء من الثانية هو صوغان، وهذا هو توقيته الزمني. المركز الثاني دقيقتين وخمسين ثانية وتسعين جزء من الثانية، صاحب المركز الثاني هو لا.
الرهاوي المركز الثاني الرهاوي لفهد فهيد بن سعيد او فهيد بن سعد بن سعيد الرفاده المري. المركز الثالث توقيتها زمني 2:52 66 جزء من الثانيه هو مخرب اللي احتل المركز الثالث لحسين بن علي بن مانع العجمي. والتوقيت الافضل سجل مع صوغان صاحب هذا الشوط لفيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع الف هيده.